أعتقد أن سماحته كان مواظبا على القراءة والاطلاع وطلب العلم حتى آخر يوم في حياته. وأذكر مرة أنه طلب رأيا علميا فيما يخص السامية، فكرة السامية وموقف إسرائيل والحركة الصهيونية من السامية، بالاستناد إلى ما وثق في الموسوعات من معلومات حول السامية. هذا مثل عن اهتماماته المستمرة بالعلوم والمعارف الإنسانية كافة. كان يسأل مثلا عن قضايا الطب عند الأطباء المتخصصين، وكان يريد الإلمام بالأمور الطبية قبل أن يفتي وأن يشرح. تميز سماحته بأنه كان شجاعا في فتاويه، وقد أثارت إشكاليات في النقاش الفكري والفقهي بين العلماء المسلمين وبين الإسلاميين وبين العامة. كان عقلانيا بامتياز ضمن ضوابط الشريعة وتفسيره للقرآن. تفسيره في الموسوعة التي تحمل عنوان تفسير من وحي القرآن، نلاحظ أنه يأخذ القرآن بكليته، يأخذ كتاب الله بكليته، لا يتوقف عند آية منسوخة هناك أو آية أخرى في مكان آخر، بل يأخذ القرآن بكليته. وهذا منهج نحترم ونقدر، وهو أرسى دعائمه سماحة السيد، وإن كان اتفق في ذلك مع عدد من العلماء الذين سبقوه من أمثال المرحوم السيد الخوئي.